وأنا قدمت بهذه المقدمات من فضل العلم وأقساب العلم ومراتبه والفقه وإلى ما يتبع ذلك، والآن جئت إلى المقصد من الكلام، موقف العالم أو طالب العلم من العلم. يعني هذا العلم له أحكام، العلم له أحكام على عامة الناس، لكن عندما إنسان يسلك العلم، طريق العلم والتعلم ويجتهد فيه ويقصر من جهة العمل ويقصر من جهة أدب هذا العلم وإلى ما يتبع ذلك، فهذا ليس موقف يحمد عليه هذا الشخص، لأن من علم بما يعلم ورثه الله علما ما لم يعلم، وأشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه.